قدم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله التعازي إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والأنجال الكرام بوفاة سمو الشيخ عائشة بن سلمان بن حمد آل خليفة رحمه الله. كما قدم جلالته التعازي إلى سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبد الله الخليفة وأنجال الفقيدة وأفراد العائلة المالكة الكريمة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها جلالته إلى مجلس سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبد الله الخليفة. كما تقبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله التعازي من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة بوفاة سمو الشيخ عائشة بن سلمان بن حمد آل خليفة رحمه الله، وأشاد جلالته بمناقب الفقيدة وإسهاماتها الطيبة في مختلف المجالات الإنسانية والأعمال الخيرية لخدمة المجتمع البحريني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته. وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وسمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبد الله الخليفة وأبناء الفقيدة عن عميق الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة على مشاعر جلالته الطيبة النبيلة لتقديم التعازي بوفاة فقيدتهم رحمه الله، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمتعه بوافر الصحة والسعادة ويديمه عزا وذخرا وسندا لمملكة البحرين وشعبها العزيز، وأن يحقق للمملكة المزيد من الرخاء والرفعة والتقدم.